بيفوت. نعم أسامة، تابعنا مقابلة، شفنا السيناريو اللي كان في صالح راجا منذ البداية، شفنا الطريقة اللي لعب بها طوسي وكانت غير متوقعة، كذلك إشراك بالهرود في هذه المقابلة في ظل إكراهات عدم تواجد يعني زكريا الوردي المستمر. كيف المقابلة نبداو بعد، كيفاش شفتيها؟ واش الراجا دبر المرحلة بطريقة جيدة؟ اختيار طوسي اللعب بتلك الطريقة 3-5-2 واش هي طريقة جيدة أم لا؟ لا، غير خصنا نعرف واحد القضيه بعدا، ما يمكنش نقولوا بان امازولو ضعيف، لان امازولو انتصر مباراتين اللي جراهم بجوج في ديوربان، انتصر فيهم لا ضد حوريه كوناكي ولا ضد وفاق سطيف، وبالتالي فريق تيفوز بست نقاط على سته في المباريات جوج الاولى ما يمكنش يكونوا ضعيف. ثانيا السيناريو ما فيش نقاش بان السيناريو كان لصالح الرجاء، هنا تشوف دقيقه سته وتدخل تعطي الكرة، تحاول تعطي الكرة للخصم مع المساحات مع الملعب الجميل ومع سذاجة المدافعين الجنوب الأفريقيين، فهادشي كله ما يمكن يكون في صالح الرجاء. ثالثا التوصيل اللي تلعب 3-5-2 أنا متفق معاه لسبب بسيط، وعنده جوج ركائز وسط الميدان الدفاعي اللي غايبين اللي هما العرجون والوردي، وبالتالي فضل التجربة ديال الحداد كثالث مدافع أوسط على يلعب بوسط ميدان دفاعي كبير، خصوصا انه من الاول وهله باغي يدبر المساحات اكثر من الكره، وبالتالي فبغى يكون عنده الدفاع ممتاز ويمشي في المساحات. رابعا بول هارون انا بالنسبه لي اول امتحان حقيقي ديالو بعد سنه ونصف او سنتين، اظن سنه ما لعب بول هارون رسمي. انا بالنسبه لي كان يعني نجح في الى حد ما، وانا مأكد من مول هرود الى عطاوه المباريات التنافسيه اي اي يعطي الكثير الرجاء في نهايه هذا الموسم. خامسا يعني يمكننا نقولوا بان الرياضي هذا واقع والارقام تؤكد ذلك، جميع هو اللي عندها مشاكل سياسيه مع المغرب وظروف عندها مشاكل. يعني غينيا اصحابنا، غينيا اصحاب المغرب سياسيا مشاو معاهم وخسروا، الجزائر وغينيا وافريقيا الجنوبيه مشاو ربحوهم في بلادهم. دائما الرجاء يفوز على خصوم الوحدات الترابيه. حاول ترجع للور شويه. نعم، وهذا أمر جميل أيضا في إطار الدبلوماسية الموازية أسامة، يعني اللي تصر على بوريطار رجاء موجودة. نعم، ف يعني بالحديث يعني شتي الفرق بين الرجاء ديال الأسبوع الماضي ديال 6 أيام في كوناكي ورجاء اليوم، فريقين مختلفين تماما. وهذا هو السؤال، داكشي علاش كنطرحنا السؤال واش الطاوسي اللي تفوق؟ لا تنظن التوصي اللي تيكون امام المحك تيجتهد اكثر، ولو ترك جميع الاشياء الجانبيه والشهاده في الكره سيكون احسن بكثير. التوصي عنده تجربه افريقيه كبيره مع المغرب الفاسي الواقع، لان كديم تيغلب الفرق جنوب الصحراء، لان تكتيكيا تتفوق عليهم دائما، هذا واقع. تيكون عندهم مشاكل مع الفرق المغاربي وفرق شمال افريقيا، ولكن فرق جنوب الصحراء ملي تشوف الهدف الثاني اللي سجلت الرجاء تيبان لك واحد السذاجه كبيره ديال دفاع امازولو. تنظن مكارتي يعني كان متحصي شتيه بدات الكاميرا، يعني هدف ما تيتشجعش على الفرق اللي تتلعب في هذا المستوى ديال عصبه الابطال بكل صراحه. نعم، وانا كيف ما قلت لك في البدايه اسامه، بالنسبه لي يعني اللعب بالطريقه اللي لعبها طوسي يعني كتعطيك واحد الحريه اكبر وكتعطيك تأمين على المستوى الدفاعي وكذلك واحد الزيادة عددية على المستوى الهجومي. ناخذ رأي عادل كيف شاف المقابلة. مساء الخير أنس، مساء الخير أسامة، وأهلا بمشاهدي الكرام. تنظن أن العموم وفوز مستحق الرجاء اللي عرفت كيفاش تصيد الفرص، يعني كان عندنا مخاوف الأول ما شفنا التشكيلة وقلنا كيفاش طوسي غادي يلعب بهذا الشكل بهذه التشكيلة الدفاعية، واش هو تلعب من أجل الظفر ديك النقطة اللي تخليه دائما يبحث على الصدارة،
ولا غادي يلعب يعني بتحفظ، ولكن تبين من بعد المباراة لأنه كان على حق، لأنه ضغط كليا على الفريق الخصم وتسيد المباراة. وتنظن شفنا المباراة بأكملها تبان على أن هناك أن طوسي اشتغل ما بين مباراة كوناكري وهذه المباراة، يعني شاف النقائص وشاف شنو خاص الرجاء، وشاف على أن الفريق يعني بهذه الشكلة وضد هذا الخصم اللي هو ماشي فخصم ساد، فريق عنيد وفي الميدان ديالو اللي باقي تيلعب يعني باش يتأهل الدور الموالي. وبالتالي تنظن الخطة كانت مواتية، وحتى اللاعبين خصوصا اللاعبين المهاجمين شفنا اداء ديال الاحداد اليوم اداء باهر، تفقد الاحداد ديال الدفاع الجديد للاعب اللي كان متالق في الدوري المغربي وكان من بين الهدافين الكبار واللي كان خوليه يعني ينتقل لاحد اكبر الانديه الافريقيه وهو الزمالك. بالتالي مش شفنا حتى الاداء ديال متولي، اداء حتى اللاعبين وسط الميدان رغم ان ابو الهرود كنا تنتكلم عليه في الاول انه تيعاني من بدنيا وتم تغييره، ولكن على الاقل كان يعني مستواها يعني لا بأس به. وبالتالي تنظن على ان المحصله العامه وان فريق الرجاء عرف كيفاش يربح اليوم ويرجع ثلاثة النقاط اللي خولت لانه يتاهل يعني اوفيسيلمون، في انتظار نشوفوا المباراه القادمه ديال مباراه وفاق سطيف ديال مع كوناكري ونشوفوا النتيجه ديالها ونشوفوا واش الفريق من اليوم يمكن ليه انه غادي ينهي يعني دور المجموعات في الصدارة. نعم، فقط يعني في سؤال أسامة، واش النسخة اليوم ديال الأحداد هي النسخة اللي كانت في يعني في الإعارة الأولى ديال فريق الرجاء الرياضي؟ كذلك ربما بالنسبة لي اللي غيكون مظلوم اليوم وربما ما تشافش بزاف هو نقوم على المستوى التكتيكي يا أسامة. لا أحداد ما خصهاش يمكنش نقارنوه مع أول نسخة ديال الأحداد، لأن أول نسخة ديال الأحداد كان مع رحيمي ومالونغو، وبالتالي بحال اللي قلنا البحث في المنتخب الوطني راه نفس المنطق. نعم، تجيب معك مالونغو رحيمي خصك تعطي اكثر باش يمكنك تلعب معهم جو بليصا معهم. اليوم احداد الهجوم بدرجه خاوي نهائيا، بعد ذهب مالونغو ذهب رحيمي ذهب بن حليب، عدم اعطاء الفرصه للهبطي، وكذلك وانا لا افهم التوصيف هذه القضيه بالجديده اللي كان ماشي في واحد خط تصاعدي لا يناقش، يعني يقمع منذ الشوط الاول اللي كان جراه بتنظن بالجزائر الشوط الاول وخرج في الاستراحه، منذ ذلك الحين لم نرى بجديده الا دقائق معدوده، وبالتالي لا افهم بان لاعب كان يعني عنده واحد العطاء كبير خصوصا كان فعال في تسجيل الاهداف خصوصا تيدخل في الشوط الثاني ما بقاش نشوفه، وبالتالي في غياب هذا الشيء كله بالاضافه الى بادي بانجا و وكابونغو اللي مازال ما عطاو اللي عليهم ولا كوياتي، فيعني بحال اللي بغينا نقولوا الساحه خاويه نهائيا الاحداد، وبالتالي احداد وحده نقدروا نقارنوه مع راسو مع النسخه احداد نيت في هذه الفتره هذه. لا يعني احداد تيبان بان كان من بعد لا المباراه اللي كان دار احداد ضد الاهلي المصري بالدوحه كان ممتاز جدا، يعني ممتاز. منذ ذلك الحين احداد اصيب بالكوفيد ثم اصيب إصابة ثانية، وبالتالي عاد يبدا عافيته، ولكن أحداد هو هذا أحداد اللي سنعرف حتى 3-5-2 ديال التوصيل اليوم، مول ما أحداد أكثر، مول ما أحداد أكثر تماما. ولكن أنا أريد مشاهدة جديدة أكثر، والهبطي يعطيه الفرصة دياله بكل صراحة، لأن تبقى لعبيب أحداد بوحده في الهجوم مع متول اللي كتسعود ونص 7.5 تسعود ونص، يعني مع المباريات الصعيبه ما قدكش بكل صراحه، لان تكون واقعيين عصبه الابطال ما بقى فيها ابتداء من ربع النهايه، يعني هذه الفرق يعني ابتداء من ربع النهايه عاد عاود ترجع للاهلي والترجي والوداد والماميلودي سان داونز، وهنا تبدا المعقول وتبدا المباريات الحاسمه اللي تربح في جزئيات بسيطه، وبالتالي حداد بوحده في الهجوم ما ماشي منطقي نهائيا. اليوم كان منطقي ولكن ماشي منطقي في المستقبل، داكشي علاش خصو يرد الحماس للشاب الجديد وخصو يعطيه فرصه اخرى للهبطي. نعم، وخصو يلعب اكثر اللاعبين الافارقه. عادي اسمح لي نرجع عندك باش نتكلموا على شنو هما النقائص اليوم اللي كانوا عند الرجاء، لانه دائما تعودنا في البرنامج انه رغم الفوز رغم التاهل لاي فريق كنحاولوا نقلبوا على شنو هما الحوايج اللي نقدروا نبوا لهم الفرق ديالنا في المناسبات القادمة.
عادل ما كنسمعوكش. نظن كان مشكل في اول مباراه، لان كان واحد الضغط ديال الفريق الخصم اللي كان بغى يسجل يعني منذ الوهله الاولى، بغى يحط الراجا في الضغط، ولكن ما تاثرش. نظن في وسط الميدان كان بعض الفطور، يعني شفنا لمبولهرود مع نغوما ما كانش داك الانسجام، ولكن مع تاول يعني المباراه بان ان الفريق لعب براحه اكثر، ان حتى اللاعبين ما كاينش داك الضغط. يمكن الضغط الوحيد اللي شفنا في اخر المباراه، ولكن تظن بديك الطريقه ديال ثلاثه اللاعبين في متوسط الدفاع، تنظن وتلعبين لاعبين اون كلوش كان صعيب، ولاعبين طوال القابه اللاعبين ديال الرجاء في متوسط الدفاع كان صعيب انك تاخذ كره برا. ولكن هذه هذه النقطه ايجابيه جدا، لانه اكيد كتعاني دفاعيا، فبالتالي ربما الان طوسي في اي بلاصه او لاي مقابله غيكون يعني محتاج ضروري للنقاط المقابله او محتاج لانه يتاهل، فربما هذا هو الاختيار اللي غيكون ديالو. لا على حسب المباراه كما قال اسامه الان توصي بالليه قرار الفريق الخصم، عرف ان شنو النقص ديالو، ولا ان هذه الخطه هي الانسب باش تكونطريه. ثاني تنظر في المباراه القادمه ما يمكن غادي يرجع 4 3 3 مع غير، ولكن عادل تنظر بانه يعني عمق الدفاع الرجاء فيه ضعف، الواقع هو هذا بجوج، يعني فين ما تلعبوا جوج تتلقى الرجاء اهداف غير منطقيه، وما تتحش بداك الدفاع يطمئن، ما تحش به. تنظن ان مع تواجد كذلك بطويل في البطوله، تنظن التوصيص سيلعب الكثير من المباريات بثلاث مدافعين في ذاك المحور، لان اليوم كانت بانت واحد القوه، وخصوصا واحد السد يعني امام الكرات وراء الظهر بكل صراحه، اللي لأن حتى في المباراة اللي كان فاز فيها الرجاء البيضاء الرياضي في بركان حسينا واحد شوية ديال الضعف في العمق ديال الدفاع. الواقع هو الدفاع أسامة كان كنشوف وكنفسر أنه راجع لضعف الأظهرة، فبالتالي حتى ديك التغطية وكيتحل الدفاع بزاف، فهاد الشيء هذا هو اللي كيخلي أنه كاين مشاكل في الراجع. أن الأظهرة الرجاء كلها أظهرة هجومية أكثر من دفاعية، لا بدكور لا ناهيري لا شبيرة لا سرحان لا سوبول، هذو كلهم أظهرة أكثر منها هجومية منها دفاعية. وبالتالي تنظر بأن في الحالة الراهنة ديال فريق الرجاء 3-5-2 ولا 3-4-3 معطية أكثر، حتى يبغى يلعب في الدار البيضاء هجومية يقدر يلعب 3-4-3، يلعب فقط بجوج ديال وسط الميدان مع الأظهرة، ويلعب بثلاث مهاجمين. كان يبغى يكون هجومي 100%، ولكن تنظن اليوم ثلاث مدافعين في الرواق الاوسط عطاو واحد المناعه للرجاء ضد الكرات وراء الظهر اللي ما كناش نشوفوا في المباريات السابقه. نعم تماما، ومتولي الا كان عندنا عليه شي ملاحظات على المستوى التكتيكي، يعني خصوصا يعني في الادوار الدفاعيه الى اخره، فاليوم كنظن انه اصبح يلعب دور الحفيظ يا اسامه، فما بقيناش كنشوفوا داك متولي اللي هو مكتف في واحد يعني في الجانب الايمن دائما. متولي ممكن تاخذ منه بهذه الطريقه، لان متولي مش كل لاعب دفاعي، مش كل لاعب ب 10 كون واقعي تماما. دونك يمكن لك تسمح تلعب ب 10 مع واحد ماشي مع جوج. المشكل اللي كان مع حفيظي وكانوا بجوج، دابا واحد اللي ما عندوش داك الادوار الدفاعيه الكبيره، ولكن حتى الحصر ديالو في الجهه اليمنى غير منطقي، لان متولي ما بقاش عنده داك السرعه، ما بقاش عنده داك الاكسبلوزيفيتي اللي تسمح له يلعب كجناح ايمن. وبالتالي متولي ما يمكن له يعطيك كويرات بحال الهدف الاول اللي كانت التمريره ديالو جميله وجميله جدا، هاد التمريرات وراء الظهر المدافعين تنظن اختصاص متولي. تماما عادي، باقي عندك شي اضافه ولا نمر الموضوع؟ لا المشكل اللي خصنا نهضروا عليه يعني هو مشكل ديال الانذارات مع الاسف، ومشكل اللي هضرنا عليه في العديد من الحصص. نتكلموا عليه، لا نتكلموا ما هو خاص بالرجاء هو الاول. نظن بنامج على انه هناك يعني اللاعبين احتجاجات اللي ما عندها شي جدوى، يعني الحكم على ضربه خطا في لو كون دي ادفيرس، وتنجي تنحتج على الحكم وتنطلق انذار، وبالتالي مثلا تشوف تندير واحد الجرد ديال المباريات. لعب الرجاء لعبوا 5 ديال المباريات 14 انذار، و10 اللاعبين اللي خذوا الانذارات منهم متولي 3، يعني نهيري جوج
ما يلعبش مباراة. ما يلعبش الصيف. لا ما يلعبش. لا ما يلعبش. عنده ثلاثة. لا لا. كاين واحد تفضل هذه. تفضل هذه. ماتش الصيف. كاين الوردي جوج، كاين النهيري جوج، حتى النهيري اللي خدا الإنذار الثالث ما يلعبش مباراة ديال الربع النهائي. لا لا تنظر تحبسوا في المجموعة. لا تحبسوا. لا تحبسوا. ولكن لخدا الثالثة ما يلعبش، عنده جوج. اللي خدا المباراة الثانية. خدا الثالثة تولي. تولي سسبونسيون. دابا ملي تولي ما يلعبش المقابلة القادمة، ولكن في حالة ما قدر الله النهيري خداها ما يلعبش مباراة الربع. حسيت النهيري ما يلعبش المباراة القادمة دونسكالا باش تزول له جوج اللي عنده. لكن الملاحظة القادمة أنا متفق مع هذه بالمال، كنشكروا على هذا الموضوع، لأن بين الأسباب اللي تجعلوا بزاف اللاعبين لا درجة والبيضة اللي يخرجوا ياخذوا الإنذارات على الاحتجاجات هو تساهل جل الحكام المغاربة، وبالتالي داكشي داك الطريقة باش يديو متولي مع الحكام ما يقبلوهالوش إفريقيا نهائيا. خاصو المشكل دار واحد الحركة واحد الساعة أنا كنت خايف الحمراء جوستومون واحد الحركة غريبة ومخنزر مزيان هذاك لا جرو وبتولي مازال 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 خايت تيحتج، وبالتالي والله الا واحد الساعه ولات خايف من الحمراء وهذا الحكم بحال هكا ما يعقلش على بتولي. فبالتالي اما الحكام ديال المغرب يتشجعوا ويوليو تعطوا الاوراق الصفراء بزاف باش يعاونوا الفرق على افريقيا، ولا اللاعبين ديال هاد الفرق خصهم يفهموا بان راه ما لعبش في المغرب، وبالتالي الحكام الأفارقة الأكثرية ديالهم ما يتسهلوش مع هاد الطريقة ديال الاحتجاج. نعم ملاحظة فقط على الحكم أسامة، شفت أنا مجموعة من الناس كيتخوفوا وكيبازيو على احتجاجات ديال بعض الفرق الأخرى في بلدان أخرى. أنا ما بانش لي الحكم دار حتى شي حاجة اللي هي ماشي هذيك، كان التحكيم ديالو مزيان فقط لأنه دار داك يعني التحكيم ديال الدار كيف ما كنسميوه.